السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نقترب من الذكرى الخامسة لانطلاق حراك 14 فبراير، والذي يعتبر أكبر حراك سياسي مار على تاريخ البحرين. قدمت فيه الكثير من الأرواح والآلام والجراح، ألوف اعتقلت، ألوف لا زالت ترزح بين الجدران وخلف القضبان، ألوف فصلت قسرا من أعمالها في أكبر عملية فصل جماعي لا زال الكثير يعاني من تداعياته لحد اليوم. المنفى يضم الكثير والكثير ممن آثروا العيش بعيدا عن أحضان هذا الوطن، طلاب وأطفال ونساء ورجال، شيوخ ورضع، نالهم الكثير الكثير خلال فترة تعد قصيرة في عمر الأمم لكنها طويلة وعميقة في النفوس. نبحث اليوم مع مجموعة من المهتمين والباحثين في الشأن السياسي سبل الخروج باجتهادات قد تفضي لحلول واقعية توافقية علها تخرجنا من هذه الأزمة. نستضيف في هذه الندوة كل من الناشط السياسي الأستاذ نادر عبد الإمام، والناشط السياسي الأستاذ محمد العرادي، والباحث والناقد الأستاذ عباس المرشد. كل واحد فيهم راح يقدم ورقة، وسنختم الندوة بورقة الوحدوي التي سيلقيها مدير الندوة بالنيابة عن الأمين العام وباقي أعضاء الوحدوي. طبعا سيكون الوقت المحدد لكل ورقة من 8 إلى 10 دقائق، وأطلب من المنتدين الكرام الالتزام قدر الإمكان بالوقت. بعد الانتهاء من تقديم الأوراق إن شاء الله سنفسح المجال إذا كان في مداخلات أو أسئلة أو ملاحظات أو مشاركات، وأتمنى يعني من الحضور التفاعل إيجابية والتركيز فيما يطرح من قبل المنتدين. نبدأ مع الأستاذ والناشط السياسي نادر عبد الإمام، فليتفضل بتقديم ورقته. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالأخوة الحضور، والشكر موصول إلى جمعية الوحدوي على هذه الندوة والاستضافة. تأملات ورؤى في كيفية الخروج من الأزمة. الكلام هو البحث عن مخارج إلى الأزمة التي تعصف بالبلد منذ 5 أعوام. لا نختلف في توصيفها إن كانت ثورة أو انتفاضة أو أزمة. المهم أن البلد يعيش حالة غير طبيعية، أن هناك أكثر من 3000 سجين، وهناك حالة من العسكرة في الشوارع، وهناك احتقان أمني وأزمات حقوقية وملف حقوقي في أورقة المنظمات العالمية الحقوقية. للخروج من أي أزمة سواء في الداخل أو في الخارج هناك مخرجين، أو هناك 3 سيناريوهات للخروج من الأزمة، خاصة في أحداث الربيع العربي خلال 5 سنوات. مثال على كل سيناريو، وبناء على هذه السيناريوهات قد نحدد السيناريو الأصح والأفضل والأقل كلفة على شعب البحرين. في مصر وتونس حينما اندلعت الأحداث في مصر وتونس، في نهاية المطاف انحاز أو وقف على الحياد
الجيش والمؤسسة العسكرية، وكانت نقطة تحول في الشارع المصري وأيضا في تونس، ولم ينزل قبال التحركات الشعبية. إذن سيناريو أن ينحاز الجيش والمؤسسات العسكرية إلى صالح الحراك الشعبي رأيناه في الثورة المصرية والتونسية. في مصر ما أقول لي ليس انقلاب عسكري، ولكن وقفت الدبابات على الحيال وصعد الشعب المصري على الدبابات وهو يهتف الجيش والشعب إيد واحدة. في ليبيا كان سيناريو آخر، كان هناك تدخل خارجي من حلف الناتو، حلف الأطلسي، ودك معاقل القذافي وموانئ ليبيا حتى سقوط النظام الليبي إثر التدخل والدعم المسلح المباشر للمعارضة الليبية سواء الإسلامية أو غير الإسلامية. ما هو السيناريو الأقرب لنا في البحرين؟ قد البعض يستشكل حينما طرحت بعض الرؤية للخروج من الأزمة، هل الكلام عن مطلب الحوار؟ البعض يتحسس من مفردة حوار، وكأنك إذا قلت أنك كمعارضة مستعد للحوار أنك مثلا بعت القضية أو خنت دماء الشهداء، وكيف تحاور من قتل ومن 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 ومن. في المقابل إذا قلت لهذا الذي يحمل هذا الفكر إذن ما البديل عن الحوار، لا يعطيك رأي، يتركها مفتوحة. كيف يمكن أن تحل الأزمة في البحرين بدون حوار؟ ما هو إذا كان هناك عدة أبواب غير باب الحوار دلونا عليه. لهذا أرى أن لا سبيل في النهاية إلا إلى الحوار للأزمة في البحرين. البعض قد يقول المعارضة تهرول على الحوار أو تستجدي الحوار. أنا لا أرى أن المعارضة خاصة الجمعيات السياسية أنها تستجدي الحوار، بل هي تبين أنها مستعدة للحوار وأن مبدأها الحوار، وأي حوار هو الحوار الجدي الذي يفضي إلى حلول مستدامة في النهاية وليس حوار شكلي كالحوارات السابقة. الحوار تاريخيا ابتدأ الله سبحانه وتعالى، البعض يقول كيف تحاور، يعني للرد على من يحمل منطق، كيف تحاور من هتك الأعراض ومن ومن ومن. الله سبحانه وتعالى حاور إبليس بعد أن عصاه، بعد أن أمره بالسجود إلى آدم، لم يحاوره قبل أن يعصيه. بعد العصيان بدأ الحوار مع إبليس. إذن هو مبدأ قرآني، الحوار مبدأ العقلاء. صلح الحديبية بين الرسول وقريش أيضا كان حوار، صفين كان حوار، يوم العاشر من محرم كان حوار. أنا أعطي أمثلة إلى نماذج أشد قسوة، يعني مارست قتل وهتك. الحرب العراقية الإيرانية كانت الصواريخ، إذا تتذكرون 86-87 صواريخ حرب المدن، وكان علي أكبر ولايتي وطارق عزيز وزراء خارجية يجلسون على طاولة حوار. سوريا، ليش نروح بعيد؟ سوريا بعد 5 سنوات من الدمار، لم يبقى حجر على حجر في سوريا، في النهاية تحاورون في جنيف، يعني من باب الأول يقول احنا ما نحاور نظام بشار لأنه قتل 400,000 كما يقولون، وأنه هجر، وكيف نتحاور؟ عندكم مخرج معارضة سورية غير تقدرون تطيحون بشار؟ تفضل. ما تقدرون تطيحونه شنو؟ الناس تموت أكثر، تهدم مدن أكثر، أم نختصر الطريق؟ يعني الآن كان من البداية ذهب النظام والمعارضة إلى حوار وجنبوا البلد، هذا الدمار الشامل اللي حصل في سوريا. مقولة يقول أحد السياسيين: القوي على الأرض قوي على الطاولة.
أنت قوي على الأرض. كان مطلب المعارضة السورية في البداية أن لا يريدون التفاوض ولا حوار إلا برحيل الأسد، وكان يدعم هذا المنطق الولايات المتحدة الأمريكية على الأسد أن يرحل فورا. بعد التدخل الروسي وتغير المعطيات على الأرض قالوا نقبل بمرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر يبقى فيها الأسد، وبعد الانتخابات مفتوحة من غير الأسد. شافوا الروس قوتهم بدأت تظهر على الأرض، في النهاية اقتنعوا أن من الصعب القبول بمرحلة أو بفرض شروطهم على النظام السوري. في النهاية رضخوا أن يذهبوا إلى طاولة الحوار بدون شروط وبدون رحيل الأسد، لأن هناك معطيات تغيرت على الأرض ليست في صالحهم. وأثناء ما كانوا على طاولة أو في أورقة جنيف، أتاهم خبر تحرير نبل والزهراء. قولي باقي كم عشان زين. نبل والزهراء أيضا انسحبوا من جنيف لأن معطيات جديدة بدأت تظهر على الأرض. في البحرين لا يمكن أن نتحرك بعقلية 2011 في 2016، انتهت. ولا يمكن أن نستنسخ ثورات شعوب وتجارب ونسقطها إسقاط على واقعنا ونستنسخها، ما يمكن. 5 سنوات في موازين قوى إقليمية وداخلية ودولية تغيرت، عاد لصالح مو لصالح. أنت عندك عقل وتفكير تفكر هل هذه المتغيرات الإقليمية والداخلية كانت في صالح السلطان في صالح المعارضة؟ السياسي الشاطر هو الذي لا يحصر نفسه في أفق معين وسقف معين ويحاول أن يضرب في هذا السقف رغم التعقيدات ورغم الاستحالة، هو يصر على هذا المطلب وعلى هذا السقف ومستعد أن يذهب بمزيد من التضحيات، وهو يعلم في النهاية استحالة هذا الوصول إلى هذا المطلب. أنا أتكلم بواقعية سياسية، لا أتكلم بلسان الأمنيات والعواطف أو بالتنجيم، أو بعض الأخوة يقول في امرأة عجوز صالحة مؤمنة رأت رؤية أن في البحرين بيصير، هذا حكي ما يمشي في السياسة. هذا يمشي في السياسة شنو عندك على الأرض، شنو عندك من داعمين في الخارج يدعمونك. المعارضة السورية تغديها تريقها تركيا وتغديها السعودية وتعشيها قطر، زين، وبعد ما فات انت معارضتك في السجن، زين، وشممون برا مسيلات دموع وما عندك وسيلة. شوف الفرق يعني في موازين القوى، ودول ترعاها تهني ما حد يرعاك، تهني مصنف خائن صفوي عميل ذو أجندة خارجية إرهابي في النهاية الإعلام عنده. للخروج من هذه الأزمة لا يوجد في السياسة وثيقة مقدسة، الوثيقة المقدسة حتى السنة النبوية نخضعها صحيح وغير صحيح، عندنا كتاب الله هو المقدس، وثيقة المنامة غير مقدسة في العرف السياسي غير أنا قدمت رؤية كوثيقة منامة. إن كنت أنا قوي على الأرض بكون قوي على الطاولة مع وثيقة المنامة، إن كنت أنا غير قوي على الأرض وثيقة المنامة هل تصمد على طاولة الحوار؟ هني الشطارة. أنا لا أدعو أن ينزل السقف إلى ما دون وثيقة المنامة، زين، ولكن أقول يعني هل خفض السقف يعتبر في العرف السياسي هزيمة وانكسار للمعارضة؟ لا يعتبر هزيمة وانكسار للمعارضة، لأن الاستمرار في نفس الأدوات ونفس المفردات ونفس الشعارات وهناك واقع يخلق على الأرض دون الالتفات إليه، في النهاية راح تقبل، وعندنا تجارب كثيرة راح تقبل المعارضة بما هو أدنى بكثير مما هو مطروح. المبادئ 7 مال ولي العهد في بداية 2011 سقفها عالي،
يعني لأول مرة السلطة تعترف بدون ما عليها حكومة شعبية، وملف التجنيس والتمييز اعتراف أن هناك أزمة تمييز وتجنيس وحكومة شعبية، بس بعدين تغيرت المعطيات وصار صرنا نحاور أحمد جمعة، صح؟ أحمد جمعة والحويحي ودنين، من ولي العهد إلى الحويحي. زين، وكنا في ذيك الفترة 2012 و2013 الشارع كان ما زال حاضر، المعارضة ما زالت قوية ومتماسكة وتحرك الجماهير. الآن الشارع يعني ما أقول تعب، شعب البحرين أرفع له القبعة ولي التحية، وشباب البحرين 5 سنوات مو سهلة في عمر الشعوب، إنك تناضل قمع مستمر والسجن واعتقال ومحاكمات وأحكام خيالية وسحب جنسيات وقطع أرزاق. ما في شعبنا الكويت طلعوا كذا مسيرة في شهر رمضان، قنبلتين صوتيتين وانتهوا، جودوا مسلم البرك. حد يسمع للمعارضة الكويتية؟ ما حد يقدر يقلل من يعني شعب البحرين وشباب البحرين اللي قدموه من إنجاز. ولكن الرؤية باختصار في نهاية الكلمة أقول على المعارضة أن تبدي استعدادها لأي حوار، والمعارضة متمسكة وتتلقف أي دعوة للحوار وتبين للمجتمع الدولي أنها صاحبة حوار وتريد الحوار للحل. ثانيا، لا سقف مقدس في الحوار حاليا، أنا أكون بأكثر بنظرة موضوعية أكثر، موازين القوى والمعطيات على الأرض حاليا قد لا تدعو للتفاؤل كثيرا. البعض يرى النصر، يعني حتى الشارع البحريني منقسم، البعض يرى النصر أو الانتصار هو في خروج المعتقلين، نظرة يمكن ضيقة بس في فيها. البعض يرى لا، أنا سقفي أعلى، أنا خل ما يهمني المعتقلين، ما يهمني، أنا خرجت أريد حرية عدالة، أريد أن يكون الشعب مصدر السلطات جميعا فعليا متحقق عبر برلمان كامل الصلاحيات وحكومة ينتخبها شعب البحرين. إنزين، ما هي الأدوات لتحقيق هذا الأمور؟ ما في جواب. يمكن أنا في رؤية يعني كتبتها وانتشرت، اللي هي أنا أرى أن الحل في النهاية يكون، أنا مو ما أتكلم بلسان جمعيات، طبعا الجمعيات ما تقول أنا وش بروح للسلطة إذا بتتحاور إياه بسقف يقول هذا سقفي، لا، تروح بسقف عالي على طاولة المفاوضات، هني تبدأ المناورة. بس أنا كفرد أقول برلمان كامل الصلاحيات، تعديل الدوائر الانتخابية على أساس نسبي وليس دوائر متعددة، والإفراج عن السجناء كافة، وإرجاع الجنسيات، وسحب مظاهر العسكرة من الشوارع. زين، والنقاش في هذه الأمور، يمكن أنت شارع مالك مثخن بالجراح، حاول شوي تداوي، حاول تسترجع الثقة فيه أكثر، حاول تلملم الأشلاء مالك، ويمكن هذه المرحلة تكون مرحلة بناء إلى ما هو أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ نادر على هذه المداخلة القيمة. راح ألخص أهم ما جاء في ورقة الأستاذ نادر. طرق إلى 3 محاور. المحور الأول تكلم فيه عن أهمية وحتمية الحوار، وضرب مثال بالتجربة المصرية والتونسية كيف وقف الجيش على الحياد فيها، وفي ليبيا كيف تدخل الناتو وساهم في إسقاط النظام الليبي. كما تطرق إلى أن كلمة الحوار ليست بالكلمة المعيبة، فعلى مر الشعوب والتاريخ حصلت أكثر من مناظرات ومحاورات، وتطرق إلى أمثلة كيف أن الله سبحانه وتعالى حاور إبليس وصلح الحديبية وصفين والعاشر من محرم والحرب العراقية الإيرانية، كلها دارت من خلالها حوارات. وختم في هذا المحور بأنه لا يمكن البقاء كمعارضة على عقلية 2011، نحن الآن في 2016، لابد من أن تكون هناك مرونة في تغيير الاستراتيجيات والأهداف. المحور الثاني تحدث فيه عن فتح آفاق جديدة للخروج من الأزمة
البحرينية وتطرق إلى أنه لا يوجد مقدس في السياسة بما فيها وثيقة المنامة التي طرحتها الجمعيات السياسية، وضرب بمثال بأن مبادئ ولي العهد كانت ذات سقف عالي وتقدم بها النظام من تلقاء نفسه يوم كانت هناك الموازين مختلفة، ومن ثم اختلفت مرة أخرى الموازين فبقت المعارضة تحاور أحمد جمعة والحويحي. المحور الأخير وهو الواقعية وموازين القوى، وقال أن القوي على الأرض هو قوي على الطاولة، وعلى المعارضة أن تبدي بمختلف أطيافها أن تبدي مرونة وواقعية تجاه الحوار، ويرى يختم أن الحل من وجهة نظره يعني لهذه الأزمة هو في إعطاء برلمان كامل الصلاحيات وتعديل الدوائر الانتخابية، إرجاع الجنسيات والمبعدين، إطلاق المساجين، وإنهاء مظاهر العسكرة الأمنية في شوارع البحرين. الآن راح ننتقل إلى الناشط السياسي الأستاذ محمد العرادي، فليتقدم بورقته. إحنا راح نزيد الوقت من باب الإنصاف لأن أبو حسين أخذ 12 دقيقة، فسيكون الوقت المتاح من 10 إلى 12 دقيقة، يرجى الالتزام بالوقت قدر الإمكان. تفضل أستاذ محمد. عباس احنا بنزيد نزيد لغايه ما تصير انت عندك. هاي خطه سوينا انت ويا حسين. اولا مساء الخير، شكرا للاخوان في التجمع الوحدوي، جمعيه الوحدوي، وللاخ معدل ومدير هذه الندوه. انا في حقيقه الامر اتفق مع كثير من النقاط اللي تناولها اخوي حسين، بس انا ورقتي عفوا ابو حسين، بس انا ورقتي تتكلم عن محطات بين الالم والامل، واسمحوا لي ايضا ان تكون مختلفه في يعني في القراءه. ربما ابدا بمحطه تاريخيه. قامت الثوره المصريه بقياده جمال عبد الناصر في 23 يوليو 52، وكان قيامها اذانا بانطلاق عصر جديد من التحرر في المنطقه العربيه. كاد بريق الثورة المصرية أن يخطف أبصار الأمة العربية والطامحين للخروج من الاستعمار، فتتالت الثورات في كل من اليمن والجزائر وليبيا ومواقع أخرى، وبرزت حركات مثل حركة القوميين العرب التي تفرعت إلى العديد من التنظيمات القومية واليسارية كلها تطالب بالتغيير. كانت الثورة المصرية رغم أن قيادتها القوات المسلحة ثورة سلمية، أخرجت الملك فاروق وعائلته من البلاد على يخت المحروسة إلى إيطاليا ولم تسفك دماء. أصبح عبد الناصر بطلا قوميا في نظر الجماهير المصرية، وسرعان ما خرج عبد الناصر من الظل إلى العلن حين أزاح محمد نجيب وتولى القيادة في عام 54. أصبح عبد الناصر يشكل شوكة في حلق الاستعمار والعدو الصهيوني، خاصة بعد تأميم قناة السويد في عام 56، وإثر ذلك تعرضت مصر إلى العدوان الثلاثي كما تعلمون بمشاركة فرنسا وبريطانيا وإسرائيل. عبد الناصر انطلق في إعادة بناء الدولة المصرية، وخلال 10 سنوات من 56 إلى 66 تقريبا أصبح لدى مصر فائض قوة، وأصبح عبد الناصر يهدد في كثير من المواقع ويدعم كثير من حركات التحرر والثورات العربية. في هذا الأثناء بالضبط حدثت هزيمة 5 يونيو 67، ودمر الجيش الإسرائيلي في أوقات أو في سواعات قليلة المطارات المصرية والطائرات المصرية وهي لا تزال في مغابضها، وأصبح الجيش المصري مكشوفا أمام الطيران المصري، بحيث تم أسر العديد من أبناء القوات المسلحة وتم قتل العديد منهم. دفع الجيش المصري والشعب المصري ثمن الشعور بفائض القوة والتصرف على أنك قوي، فاستقال عبد الناصر في 9 من يونيو 67. خرجت الجماهير في الأراضي المصرية تطالب بعودة عبد الناصر، وكلها تنادي حنحارب حنحارب.
استعاد عبد الناصر زمام المبادرة وبدأ في بناء القوات المصرية من جديد وتهيئتها لحرب جديدة، وزار في ذلك العديد من الدول العربية، عفوا الدول العالمية وبالتحديد روسيا والاتحاد السوفيتي آنذاك، في سبيل إعادة بناء القوات المسلحة. وبينما كان عبد الناصر مشغولا بإنقاذ الثورة الفلسطينية من أحداث أيلول الأسود في عام 1970، توفاه الله في 28 من سبتمبر من ذلك العام. وقف نزيف الشعب الفلسطيني ووقف معه نبض الرئيس عبد الناصر. ولم يتسنى لعبد الناصر أن يشاهد أفراد القوات المسلحة وهم يعبرون القناة السويس في 6 من أكتوبر عام 1973 ليلقنون العدو الصهيوني درسا في روح المقاومة. ومن أجل تطويق هذا النصر العربي البين الذي تعاضدت فيه جبهتان، هي الجبهة المصرية والجبهة السورية وكثير من الدول التي دعمت، حدثت محادثات الكيلو 101 في خيمة الكيلو 101، وهذه المحادثات أفضت إلى وقف الحرب بعد أن تمكن أرائيل شارون من إحداث ثغرة الدفرسوار وتطويق الجيش المصري الثالث الذي كان على وشك أن يتم تصفيته. السؤال: ماذا لو لم يستعجل عبد الناصر بإغلاق مضاق تيران في عام 67 واستمر في إعداد القوات المسلحة وبناء التنمية والجيش المصري من أجل اللحظة الصحيحة؟ ماذا لو لم يخضع عبد الناصر للشعور بفائدة القوة واستمر في بناء الإنسان المصري عبر فتح المزيد من الجامعات والمدارس والمعاهد والمؤسسات والمصانع؟ أين كنا سنرى مصر الآن؟ أعتقد بأننا كنا سنراها في مصاف دول مثل اليابان وماليزيا وإندونيسيا وربما دول أفضل. محطة الألم. أعلم أن بعضكم يتساءل لماذا قمت باستدعاء الثورة المصرية في هذا الوقت بالذات. الجواب ببساطة أنه التماثل في الظروف والوقائع بين ما حدث في مصر وما يحدث في البحرين. كيف سنرى؟ قبل 2011، فبراير 2011، كانت البحرين قد خرجت للتو من أحداث التسعينات المؤسفة التي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً وأعداد كبيرة من المعتقلين والمبعدين الذين انضموا إلى مبعدو فترات نضالية سابقة. ولنتذكر في الفترة بين 98 و99 كيف كانت الأجواء الأمنية والسياسية في البحرين، كانت شبيهة إلى حد كبير بما بعد العدوان الثلاثي في مصر. كل شيء كان منهكاً، كل القوى السياسية كانت تلملم بقاياها وتداوي جراحاتها، حتى جاءت اللحظة التاريخية حين توفي الشيخ عيسى واستلم مكانه الشيخ حمد. نظام الحكم الذي سرعان ما غير نظام الحكم إلى مملكة وأطلق عملية سياسية جديدة فتحت آفاق الأمل والأمل أمام الجميع. في تلك الفترة كانت مؤسسات المجتمع المدني في البحرين التي بدأت في بداية عهد الاستقلال وربما قبله في السبعينات تقف على قدميها وتمارس أنشطتها بصورة طبيعية رغم الإنهاك الشديد الذي أصاب فصائل المعارضة في التسعينات. كانت نشاطات جمعيات المحامين والمهندسين والأطباء ومثيلاتها في قمة أوجها، والجمعيات النسائية والحركة العمالية أيضا متحرمة من الملاحقات الأمنية، وكانت الأندية والهيئات الثقافية تمارس نشاطها بكامل الطاقة. في تلك اللحظة الفاصلة انطلقت مؤسسات المجتمع المدني تحتضن الناشطين السياسيين وتفتح لهم قاعاتها لعقد الندوات والمؤتمرات وتأسيس الجمعيات، فتأسست جمعيات مثل الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، جمعية البحرين لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعيات نسائية وحقوقية شبابية أخرى. وسرعان ما تم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في تلك الفترة وتبييض السجون وإلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة. بدأت تتبلور في الأفق هياكل جمعيات سياسية جديدة، تلك الجمعيات التي ستقود العمل السياسي العلني للمرة الأولى بعد أكثر من 50 سنة، من 56 إلى تقريبا نهاية الألفية الثانية. في هذا الوقت تأسست جمعيات مثل العمل الوطني
وجمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية المنبر، جمعية التجمع، جمعية التجمع الوطني الوحدوي، جمعية الإخاء وغيرها. وعلى المقلب الآخر انطلقت أيضا التيارات السياسية في تأسيس جمعياتها، فتأسست جمعية الوفاق، جمعية العمل الإسلامي، وجمعية المنبر الإسلامي، وجمعية الأصالة وغيرها. شهدت هذه الفترة بداية عهد سياسي مختلف، أعتقد بأننا لم نحسن التعاطي معه رغم كل ما فيه من انفتاح وفرص، لكن السبب كان يعود إلى الشعور بفائض القوة، وهنا التماثل مع مصر. كنا نشعر بأن لدينا قوة جماهيرية نستطيع أن نحركها في وجه السلطة في كل وقت، وتصورت الأطراف المعارضة بأنها قد أصبحت شريكاً كاملاً وفعلياً للسلطة، وأن الأخيرة ستكون مجبرة تحت ضغط الشارع والرضوخ لكل مطالبها السياسية. عاشت الجمعيات المعارضة وهم الشراكة والتكافؤ والندية، وهي لم تمتلك بعد أي مقومات من القوة والتنظيم، فنحن لم نشهد مؤسسات جماهيرية منظمة تتبع أو تخضع لهذه الجمعيات، كما لم نشهد أي هياكل تنظيمية تعزز النهج الديمقراطي وترسخ التجربة الديمقراطية الحقيقية في صفوف أبناء هذه التيارات. لقد بدأ واضحا أن معظم إن لم يكن كل هذه التيارات المعارضة التي تبلورت على شكل جمعيات سياسية تعيش على أمجاد الماضي وتستدعي تجربة العمل السري التي كانت مكشوفة تماما لدى السلطات الأمنية على مدى عقود من الزمن. وحين انتظم العمل السياسي في هذه الجمعيات بدأ الصراع فيما بين كوادرها حسب تجارب وترتيبات وارتباطات كل منها، فتعرض التيارات السياسية لانشقاقات أضعفتها وكشفتها بصورة أكثر أمام السلطات. وبدل أن تنخرط القوى السياسية المعارضة في العمل السياسي في العام 2002 انسحبت وكرست نهجا جديدا يعتمد على المماحكة السياسية، وهكذا وفرت بيئة هادئة للجمعيات السياسية الموالية الناشئة في كنف السلطة لتترعرع وتنمو بدون وجود أي تحديات، بل وتنتشر وتعشعش في وسط المؤسسة النيابية التي قاطعتها الجمعيات الأكثر تنظيما وتاريخا وتمثيلا. وفي المقابل وفر ذلك تم؟ مو معقول. شام عطيتني انت؟ ما اعرف. ببند انا اذا سيدي. اوكي. لا بعد باقي لي 10 دقائق انا. انا طلب في الاطالة عباس سيدي لا؟ اتفقنا. اوكي. اوكي. خلاني ما اعرف اتحج. بين المقاطعة والمشاركة والمواحكة السياسية أصبحت الصورة غير واضحة لدى الكثير من أبناء الشعب الذي لم يتم تنظيمه في أي مؤسسات جماهيرية وديمقراطية حقيقية على شكل قطاعات أو مهن أو مناطق، إلا اللهم باستثناء الاتحاد العمالي. في هذه الفترة كانت عودة المعارضة السياسية للمشاركة في العمل السياسي في العام 2006 هي النقطة التي تغيرت عندها الأحداث. كانت الوفاق تسير باتجاه تكريس نفسها شريكاً وحيداً للسلطة في انتخابات 2010، وهكذا انفردت بكل مقاعد جمهور المعارضة. لم تستطع الوفاق من وراها جميع فصائل المعارضة بناء جسور الثقة مع أي جهة، مع أي أجنحة في الحكم في البحرين بالدرجة الكافية، باستثناء بعض العلاقات غير المؤثرة مع جناح ولي العهد، كما أنها لم تتمكن من مد أي جسور سياسية مع أي من الدول الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية. لذلك بدأت المعارضة وخاصة الوفاق تائهة في مهب الريح بدون حليف أو صديق ينفع وقت الضيق أو يمكن اللجوء إليه لفك أزمة أو إيجاد طرق نجاة. كان هذا هو المشهد المسيطر على الساحة السياسية قبل أحداث فبراير 2011. في فبراير 2011 بدون أي مقدمات اشتعلت الثورة في تونس على إثر حق مواطن نفسه وإتلاف عربة الخضار التي كان يتكسب منها. سرعان ما امتد لهيب الثورة إلى القاهرة، فاشتعلت ثورة 25 يناير في 2011، وفجأة بدأ بعض الحالمون العرب في وضع مواقيت للثورة. كنا نشاهد جدول مسطر في ثورة تونس هلقيت ثورة البحرين 14، ثورة ليبيا 17، ثورة مش عارف إيش كان الجدول. لقد انقلبت حياة البحرينيين رأسا على عقب حين أطلق بعض الشباب البحرين فكرة الثورة وحددوا لها تاريخا ومكانا 14 فبراير ودور اللؤلؤة.
نصبت الخيام واصبح لكل تيار سياسي خيمته وبرنامجه وتنظيراته وحضوره واناشيده وقادته الذين خرج بعضهم من تحت الركام. ادى ذلك بشكل مباشر الى ضغوط هائله على نواب الوفاق وممثليهم، الامر الذي ادى الى استقالتهم وايضا تجميد عمل اعضاء المجالس البلديه. وعلى الاثر انطلقت مسيرات وفعاليات كثيره وكبيره في مختلف مناطق البلاد، رفعت من منسوب التحدي حتى طالت بعض القصور الملكيه والمقار الحكوميه، وهو ما تم اعتباره تجاوزا للخطوط الحمراء المسموح بها في البلاد. كانت تلك هي القشه التي قسمت ظهر البعير كما يقولون، وسمحت بدخول قوات اجنبيه او قوات على الجزيره العربيه بشكل محدد. فتحت السجون والمعتقلات وتم وضع نقاط التفتيش والملاحقات الأمنية في كل مكان، وصارت البحرين ساحة حرب حقيقية غير متكافئة بين عدد قليل من المتمردين وبعض من يناصرهم أو يحتضنهم. محطة الثورة الناقصة. تعرف الثورة بأنها مصطلح سياسي يعني الخروج عن الوضع الراهن وتغييره باندفاع بحركة عدم الرضا أو التطلع للأفضل. والثورة تدرس على أنها ظاهرة اجتماعية تقوم بها فئة أو جماعة بهدف التغيير وفقا لأيديولوجيا معينة، وهي تعبر عن انتقال السلطة من الطبقة الحاكمة إلى طبقة الثوار. سؤال: هل كان ما حدث في 14 فبراير ثورة؟ ما هي مراحل هذه الثورة؟ ما هي صفاتها؟ ما هي دعائمها؟ ما هي رموزها وقيادتها؟ وما هي مطالبها؟ بالنسبة لي أرى أن هناك انتكاسة كبيرة حدثت على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وأننا بحاجة إلى عقود من الزمن من أجل تجاوز الأضرار التي نتجت عن هذه الثورة غير المكتملة أو الناقصة. على الصعيد السياسي خسرت المعارضة وجمهورها كافة مواقعها في السلطة التشريعية وفي المجالس البلدية، كما خسرت المواقع السياسية القيادية التي كانت تشغلها من خلال بعض أنصارها أو المقربين منها أو المحسوبين عليها. على الصعيد الاقتصادي خسر جمهور المعارضة العديد من الوظائف التي كانت تشكل قوة اقتصادية قادرة على توفير مستويات حياتية ومعيشية مناسبة، كما خسرت الترقيات والترشيحات لوظائف عليا في أي من الوزارات والمؤسسات الحكومية وحتى القطاع الخاص. على الصعيد الأمني زج بعدد كبير من المعارضة وقيادتها في السجون وحكم عليهم بسنوات سجن طويلة، كما تم إيداع عدد كبير من الناشطين والفاعلين في الساحة السياسية في السجون، وشكل ذلك تبعات وثقل اقتصادي ومعيشي وحياتي على عوائل وذوي المعتقلين. على الصعيد الأسري تم سحب جنسيات العديد من المواطنين ونفي وأبعد أو هرب عدد كبير من أبناء الوطن إلى المنافي، وعلى إثر ذلك وقد أثر ذلك على لم الشمل حتى أصبحت الأسر مشتتة في مختلف أصقاع الأرض وفي جميع قارات العالم. على الصعيد مؤسسات المجتمع المدني تم حل العديد من مؤسسات المجتمع المدني مثل التمريض والمعلمين، وتم مصادرة قرارات بعض المؤسسات الأخرى مثل الأطباء والمحامين والصحفيين، وتم التضييق على الصناديق الخيرية والمراكز الشبابية. على الصعيد المعيشي أصبحت الوظائف حكراً على فئات محددة، وأصبحت الترقيات حصراً على فئات محددة، والبعثات والمنح الدراسية أصبحت تدار بشكل غير عادل ولا تتحقق فيها نظرية تكافؤ الفرص. على الصعيد الفردي أصبح الإنسان البحريني يعاني في رزقه وأمنه ومعيشته، وزادت قوائم المنع من السفر والملاحقات من قبل البوليس الدولي. على الصعيد الهوية تم تجنيس عدد كبير من العرب والأجانب، وتم ضرب النسيج الاجتماعي. على صعيد الوحدة الوطنية أصبحت الشعارات الطائفية هي السائدة في الأحاديث السياسية والكتابات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. على الصعيد الإنساني خسرت العديد من الأسر شعورها بالأمان، وانعكست الأزمة على بعض الأسر المختلطة وأدت إلى انفصال زيجات طالت عليها زمان. باختصار، لم نحصد من ما سمي بالثورة أي شيء إيجابي حتى الآن، وأصبحت الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، ولا يلوح في الأفق أي بوادر انفراج. محطة الأمل أو الخروج من هذه الأزمة. أعتقد بأننا بحاجة إلى إعادة التموضع بعد دراسة وتقييم ما عانيناه من ألم وإخفاقات طوال السنوات الماضية، وخاصة منذ فبراير 2011 وحتى الآن. وأرى أن الخروج من الأزمة يمكن أن يتحقق من خلال ما يلي: إعادة بناء الجمعيات السياسية المعارضة وفق أنظمة ديمقراطية تفتح المجال للدماء الجديدة وتركز على الإنجازات وليس على الأمنيات ودغدغة العواطف وإثارة المشاعر.
التخطيط للمشاركة السياسية الواسعة في مختلف الانتخابات القادمة التي تقام في البلاد والزج بالكفاءة الوطنية لتحمل دورها في البناء والمشاركة بعيداً عن الولاءات الحزبية الضيقة، تعزيز الوحدة الوطنية عبر التواصل مع الآخر والتواجد في مختلف أماكن ومواقع العمل الوطني بروح مسؤولة بعيداً عن الإقصاء والاستئثار الحزبي، تعزيز مفاهيم المفاهيم المجتمعية القائمة على وجود التعددية المجتمعية وأن يتعامل الجميع وفق قاعدة أن هناك مكونات مختلفة تشكل النسيج العام للبلاد ومرتكزاتها الحكم والمعارضة والموالاة وحتى المقيمين. باقي دقيقة واحدة وأخلص. إعادة بناء مؤسسات المجتمعي وتعزيز التواجد داخل الجمعيات النفع العام وخاصة الجمعيات المهنية الرئيسية كالأطباء المحامين المهندسين ورفة التجارة وغيرها. الانفتاح على الحكم والتواصل معه بعيداً عن من يأخذ الخطوة الأولى. فالوطن لا يحتمل المزيد من المواحك السياسي وبناء شبكة تحالفات واسعة وخاصة في محيطنا العربي والخليجي والإسلامي. البحث عن حلول الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وعدم اعتبار ذلك إخفاقا للدولة لوحدها، لأن الفشل في معالجة الوضع الاقتصادي سيعني كارثة معيشية على الجميع. النأي بالنفس عن عبارات التخوين ومصارغة الآراء، فالوطن لجميع أبنائه ولا بد من تعزيز روح المواطنة. معالجة قضايا التجنيس وإعادة النظر في من تم تجنيس خارج القانون وتقنين عمليات التجنيس وفق الحدود والضوابط الصارمة بناء على حاجة البلاد وليس بناء على رغبة المتقدمين. الدعوة إلى وقف الاستهدافات الأمنية ووقف التراجق السياسي بين مختلف الفرقاء بما يكفل تهدئة الأجواء وتبليط الطريق للولوج في حل قائم على تكافؤ الفرص والتساوي في الحقوق والواجبات تحت إطار المواطنة الكاملة. وآسف على الإطالة وشكرا لكم. نشكر الأستاذ محمد العرادي على هذه الورقة القيمة ولو أنها جاءت مسهبة نوعا ما. سأحاول تلخيص أهم ما جاء في ورقة الأستاذ محمد. تطرق في البداية إلى محطة جمال عبد الناصر وثورة جمال عبد الناصر في مصر وكيف أنها ساهمت في بروز العديد من الحركات القومية واليسارية على مستوى الوطن العربي وما شكله جمال عبد الناصر كحائد صد للاستعمار والحركة ومقاومة الحركة الصهيونية. كما تطرق إلى أنه خلال 10 سنوات أصبح النظام المصري قوة إقليمية داعمة للكثير من ثورات التحرر في مختلف دول العالم، وتطرق إلى النصر العربي بعد تعابد أو تحالف جبهتين السورية والمصرية، ثم انتقل إلى المحور الثاني الذي أسماه بمحطة الألم وقسمها إلى شقين، ما قبل فبراير 2011 وأثناء فبراير 2011. ما قبل فبراير 2011 تطرق إلى أحداث التسعينات وسقوط الشهداء وكيف أنها كانت محطة أشبه بالعدوان الثلاثي على مصر، ثم تطرق إلى المشروع الإصلاحي وما صاحبه من فراج أمني وسياسي وتأسيس الجمعيات السياسية. قال أنه لم يتم استغلال الفترة الإصلاحية بحسب وجهة نظره بسبب الاعتقاد أن قوة الشارع تستطيع صنع الفارق وأن البعض من الجمعيات السياسية لا زال يعيش على أمجاد الماضي. انتقد أو تطرق إلى انشقاقات التي حدثت في الجمعيات السياسية أو بعض الجمعيات السياسية مما ساهم في إضعاف هذه الجمعيات أمام السلطة، وقال أن الجمعيات السياسية لم تستطع بناء جسور تواصل مع رموز أو أركان الحكم والدول الخليجية. ثم تطرق إلى أحداث فبراير 2011 ولخص أن الشباب البحريني اختار دوار اللؤلؤة واختار تاريخ 14 فبراير وما صاحب ذلك من مسيرات ضخمة واجتماعات واعتصامات ذات أسقف عالية تجاوزت الخطوط الحمراء مما ساهم في دخول درع الجزيرة وتشديد القبضة الأمنية وما صاحبها من انتكاسات فظيعة على المستوى الأمني. قال أن ثورة 14 فبراير من وجهة نظره أحدثت انتكاسة كبيرة ونحتاج سنوات للخروج من هذه الانتكاسة على جميع الصعود، الصعيد السياسي الاقتصادي الأمني الأسري المجتمع المدني المعيشي، وأثرت على الوحدة الوطنية.
ولخص أبرز يعني نتائج هذه الثورة في كما يرى في أننا لم نحصد شيئا من ورائها. والمحور الأخير الثالث وهو محطة الأمل، يرى أن الخروج من هذه الأزمة التي نحن فيها هي أن على الجميع وبالخصوص المعارضة إعادة التموضع عن طريق إعادة بناء الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع الوطني المدني والتخطيط للمشاركة في الانتخابات المقبلة، تعزيز روح الوحدة الوطنية والانفتاح على أقطاب ورموز الحكم، ومعالجة قضايا التجنيس والابتعاد عن تراشق ولغة واستخدام لغة التخوين. انتقل إلى الآن أستاذ عباس المرشد في ورقته قبل أن نختم بورقة الوحدوي. كم من الوقت تحتاج؟ أنا ما أمشي معه. إذن من 10 دقائق إلى 12 دقيقة. لا لا لا. من 10 دقائق إلى 12 دقيقة. تفضل أستاذ عباس. بداية الشكر الجزيل إلى أعضاء الجمعية وإلى أعضاء هذا المنتدى المبارك. حقيقة ما عديت ورقة بمفهوم الورقة، لأن كانت فكرة أن تكون هناك مناقشة جدية، خصوصا ونحن نتكلم على تأملات. ولكن سأبدأ بحادثة بسيطة أو خبرة علمني إياها واحد من الشيوب اللي لحقوا على 38 و56. يقول لي المشكلة في الخلطة اسميت ما فيها. القصة تبدأ أن أحد الأشخاص أراد أن يمسح الجدار، فتعاقد مع بناية أو مع أستاذ، فهذا جاء ومسح الجدار، بس عقب يومين عقب أسبوع بدأ المساح يطيح. جوده قال لي تعال أنا أعطيك بيزات حتى تمسح. قال لي إيه، ما أنت أعطيتني ربيتين ما تجيب كيس سميد، فحطيت لك نص ثلاثة أرباع رمل وشوي سميد كذي على سواد العيون، فبصيدة الشمس بطيح. هذا المثل أو هاي القصة هي ما تلخص ما حدث في البحرين طوال 100 سنة، إن الخلطة اللي تم تصنيعها أو تم تسويقها سميد ما فيها، لذلك هي معرضة في الانهيار، معرضة أن تتساقط، معرضة إلى كل عوامل الانحراف عن البناء السليم اللي احنا نتكلم فيه. السؤال بعد هاي القصة، ما الذي حدث في 14 فبراير 2011؟ كلا الورقتين أو كلا الأستاذين الكريمين قدم نموذج. الأستاذ نادر قدم نموذج الكارثة المفضية إلى ضرورة الرجوع أو ضرورة الإبقاء على القواعد مثل ما كانت، والانطلاق من جديد في خلطة جديدة أو مرحلة جديدة. والأستاذ محمد أيضا تعرض إلى نموذج أوسع، وهو نموذج التنمية إذا صح التعبير، أنه نبدأ إلى بناء الإنسان وبناء المؤسسات، ونبدأ عملية تراكمية قد تطول 20 أو 30 سنة، ممكن بعد ذلك نحظى بشيء. في 14 فبراير 2011 ألغيت هي النماذج وتم تأسيس نموذج جديد يقوم هذا النموذج على فكرة كرامة الإنسان وحريته وحقوقه الكاملة. هذا النموذج ليس غريبا، ليس فريدا من نوعه، وتجربة شعب البحرين اللي استمرت من 1923 وما قبل ذلك ونهاية باليوم أيضا ليست فريدة من فرائد العصر، وليس 5 سنوات. إذا كنا نتكلم على مسار سياسي ونتكلم على عملية بناء إنسان حقيقي وليس إنسان مزيف أو إنسان مصطنع أو إنسان قابل بشتى الحلول المعروضة عليه، أن نلجأ إلى نموذج 14 فبراير. نموذج 14 فبراير كرامة، حرية، حقوق،
يجب على الجميع أن يدخل في هذا النموذج، سواء كان نخبة حاكمة، كانت جماهير، كانت نخب سياسية، يجب أن تدخل هذا النموذج. في أحد المرات قبل فترة قاعد أقرأ في وثائق بريطانية عن تاريخ البحرين، لفت نظري وثيقة جدا مهمة ولكن غير منشورة لحد الآن. الوثيقة هي تعليق في سنة 1935. سنة 1935 بدت هنالك مطالبات بأول مجلس تشريعي منتخب ووضع دستور إلى البلاد. هاي حتى تكون التاريخ اللي احنا نتكلم عنه ممتد وليس منقطع، حتى نطالب ان الان عندنا كارثة وعندنا خسائر وعندنا هاي فترة بسيطة جدا من تاريخ يمتد طوال هاي الزمن. بالجريف المستشار السياسي والمستشار الاقتصادي والمستشار اللي ما كان مالك البلد ويدير البلد رفع تقرير إلى المعتمدية البريطانية، ومن خلال المعتمدية البريطانية للمقيمية البريطانية في أبو الشر. الغريب في هذه الوثيقة أن المقيم البريطاني، ليس المعتمد البريطاني اللي كان في البحرين ولا بالجريف، يقول أنا أستغرب من البحرينيين ليش ما يثورون، ليش صابرين طول هاي الوقت وليش صبروا، ومن حقهم أن يقدمون عرائض ويقدمون التماسات ويقدمون مطالب. وجهة نظر بريطانية، استعمار. المعتمد البريطاني وبالجريف عملوا في آليات الاحتواء وآليات التفتيت وفتتوا هي الحركة وصولا إلى سنة 1938 والانقضاض عليها نهائيا. من ضمن التعليقات اللي كان المقيم البريطاني يقول، حتى لو في تعليقه على خطوات بالجريف، يقول حتى لو انت وقتهم اليوم بكرة راح يطلعون مرة ثانية وبعد بكرة راح يطلعون مرة ثانية. هذه القراءة الدقيقة إلى الواقع، بغياب نظام ديمقراطي، بغياب نموذج نتكلم عنه اليوم بعد 80 سنة، نموذج 14 فبراير، الناس سوف تخرج، الخسائر سوف تلحقك يا أستاذ نادر شئت أم أبيت. اليوم أنت بترجع البيت، بس باكر أيضا الناس بترد تطلع وبترد تتكرر نفس الخسائر اللي أنت الآن تعتبرها خسائر. هل نموذج 14 فبراير هو ضد الحوار؟ هل نموذج 14 فبراير اللي نتكلم عنه واللي يشكل الآن نموذج بالنسبة إلى قطاع واسع من الناس لا يقول عن القطاع الآخر المعارض أو الواقف على النقيض فيه؟ الحوار هو جزء منا، يعني مفردة الحوار مع الأسف إن هي أصبحت تحمل جانب مبتذل، فيها نوع من أنا بسميه أو بستعير مصطلح أكاديمي إلى نظرية التفاوض إلى ويليام زرتمان، يسميه نظرية الخيار الجبان أو الكيتشن اللي هو الدجاجة ولكن يترجمونها عادة بالجبان، إنها خلاص إن كل شيء أنت انتهيت وإن الخسائر لحقت فيك وإن ما في أفق مستقبلي إلى واقعك وكنت خلاص انتهت، إذن يجب أن تقبل بالتنازل أو تقبل بكل الحلول المعروضة عليك. في عملية الصراع السياسي وعملية تنمية المجتمع أيضا من نفس النموذج ومن نفس الأرضية لابد من وجود خسائر معينة، في كلا الطرفين راح تحدث خسائر، ومن خلال هذه الخسائر راح أستخلص النموذج اللي على الأقل عباس يتصور كمخرج إلى هاي الأزمة أو إلى هاي الفترة اللي احنا فيها. القوة الناعمة أو خيار الصمود هو المخرج الحقيقي إلى تداعيات 14 فبراير. من دون هذا الخيار، من دون هذا النموذج، كل الخيارات المطروحة أو كل الحلول المطروحة والتأملات المطروحة لا أعتقد أنها متماسكة، لا متماسكة منطقيا
وغير متماسكة سياسيا وغير متماسكة حتى نظريا وأكاديميا. الإنسان متى يذهب إلى الحوار أو متى يذهب إلى التفاوض؟ أنت كشخص كجهة معارضة أو نخبة في الحكم، أو متى تلجأ إلى التفاوض؟ تلجأ لما تحس في لحظة من اللحظات المسار التاريخي إلى الأحداث أو المسار التاريخي إلى الحركة، هناك نسميها لحظة النضج، نضج العلاقات. في يوم من الأيام ما كان عندنا فئة تطالب بإسقاط النظام. قبل 5 سنوات ما حد كان يطالب بإسقاط النظام نهائيا. كل المطالب كانت أقصى مطلب طرح في 2006 أو 2005 هي إزاحة رئيس الوزراء. إذن ما الذي أوجد قوة على الأرض تجهر بهاي المطلب وتدافع عنه وتصر عليه؟ إذا ما نحلل العلاقات الموجودة والظروف اللي توجد هاي الفئات، ما راح نخرج من الأزمة، أو ما راح نخرج برؤى فعلا تعيد ترتيب المشهد. خلنا نصطلح على المشهد الآن حتى لا ندخل في دوامة أزمة وثورة وإلى آخرة. المشهد السياسي الآن محتاج إلى أن تفهم هذه القوة، هذه العلاقات. في نظرية من النظريات هي نظرية يسمونها نظرية تشييد المجال القوي، إن كل فئة ممكن في فترة من الفترات تكون قوية جدا ولكن بعد فترة تتلاشى تذهب. ليش؟ مو لأن في ظروف خارجية وفي غزو خارجي يجي يمحيها من الوجود. أنا ما أنتظر يوم من الأيام يجيني دعم عسكري من إيران أو من السعودية أو من روسيا أو من أمريكا يزيح نخب حاكمة ويعين نخب معارضة، إطلاقا لا. ولا يوم من الأيام أيضا أفكر أن الظرف الداخلي أو الظرف الثقافي أن أنا بجي أحشد في الناس والله يا جماعة الخير أن النظام فاسد والنظام محتل والنظام وعائلة آل خليفة كذا 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 بهذا الخطاب، وفقط أن أنا أيضا بغير من ترتيب المشهد. في هاي التداخل ما بين العناصر الداخلية والعناصر الخارجية تولد مجال معين يسمح لي بالحركة. هذا المجال ما كان موجود قبل 14 فبراير، ولكن بعد 14 فبراير وجد هذا المجال. إذن يجب أن أوجد فيه، يجب أن أكون فاعل فيه. حينما نتكلم عن والله الكارثة كانت هي نتيجة لتدخل خارجي وإلى آخرة، طيب في كل مراحل صراع الإنسان، في كل مراحل تطور الحركات السياسية يجب أن تكون هنالك خسائر في كلا الطرفين. خسائر الدولة الآن أو خسائر النظام بالمصطلح ألا تساوي خسائر المعارضة؟ إذا كنا بنسرد والله عندنا 2000 و3000 و4000 معتقل، وعندنا 250 عائلة مهجرة، وعندنا الأحكام صدرت بالمئات السنين، وعندنا عشرة إعدامات، نرجع البيت. أعتقد أن أيضا أدرس الخسائر اللي الطرف الآخر أيضا خسرها. الدولة خسرت أشياء واجد، النظام خسر أشياء واجد. إذا معيار الكارثة معيار كمي وليس معيار نوعي، والخروج من المشهد السياسي الحالي وترتيبه بمشهد آخر يحتاج إلى معيار كمي، لا يحتاج إلى معيار نوعي وليس معيار كمي. المعيار الكمي هي آلية تستخدم للضغط عليك كطرف في أن تقدم تنازلات. بمعنى آخر، إن لما أدخل في تفاوض يجب أن يكون هنالك لحظة النضج اللي نتكلم عنها وصلت إلى مرحلتين. مرحلة في وجود كارثة مقبلة راح تحدث، وهي كان في 2011 في فبراير. النخبة الحاكمة وجدت نفسها أمام كارثة راح تحدث بطبيعة الحال. الآن مصداقيتها واقعيتها، ولكن بيانات والخطابات اللي أكدت عليها البيانات الرسمية على أن الدولة كانت تنهار أو هنالك انقلاب على نظام الحكم بطريقة أو بأخرى.
لذلك تحرك فيلتمان من السفارة الأمريكية وتحركت أطراف أخرى في دفع عملية تفاوض وإن كانت عملية ناقصة. دقيقتين باقي أستاذ. حسك مثلك محمد ولا أكمل المسار. إذن كل هاي المسائل اللي إحنا نتكلم عنها في ترتيب هاي المشهد هي مسائل طبيعية، مسائل ما زالت مبكر وما زال الوقت مبكر في الحكم عليها إن هي كارثة أو غير كارثة، إن هي خسارة أو غير خسارة. لحد الآن ما زلنا في الشوط الأول إذا كنا نتكلم بلغة المباريات ولغة الكورة. 5 سنوات في عمر نموذج كبير ونموذج عالم للدقة والتقانة، حرية وكرامة وحقوق، 5 سنوات ما زال مبكر الحديث عن نهايته أو عن ضرورة الخروج بالنهاية منه. لذلك الآن هو ليس عملية الخروج وترتيب المشهد كليا، لأن اللحظة النضج لحد الآن لم تحن اللحظة اللي من خلالها يتم الانتقال الديمقراطي في هذا المجتمع لم تأتي. لا الظروف الدولية تساعد الآن على انتقال ديمقراطي، ولا الظروف المحلية أيضا قادرة على أن تحسم الصراع بضربة القاضية سواء بضربة عسكرية أو بضربة جماهيرية واسعة جدا. لحد الآن الأمور ما زالت تتراكم، ما زالت تأخذ مداها، مفاعيلها لحد الآن ما زالت قابلة إلى الاستثمار أكثر وأكثر. لذلك مسألة القوة الناعمة أو مسألة الصمود كخيار هو المخرج أو هو اللي بيرتب لنا المشهد أكثر. القوة الناعمة ممكن أي واحد الآن يدخل على الإنترنت في جوجل ويقرأ فيها راح يجدها على أنه قوة غير عنفية، قوة تبتعد عن القصب والإكراه وتعتمد على التأثير والجلب. مخرجنا كرؤى سياسية كمجتمع سياسي أن نقدم نموذج 14 فبراير إلى كل الفئات وإلى أغلب ناس نقدر نأثر فيهم، مثل ما أن المكدونالدز الآن غازي كل البيوت، مثل ما أن والله الإنترنت الآن داخل في كل حياة كل إنسان. يجب تقديم هذا النموذج وتشجيعه في نفس كل فرد من أفراد هذا المجتمع. هذا راح يحقق شنو؟ راح يحقق خروج على الدولة، انتفاضة على القوانين، تحدي السلطة؟ لا، ما حد يدعو إلى هذا الكلام حاليا، وأنا ما أتحمل أي مسؤولية حتى لا أستدعى باكر أو شيء في الطريقة. ما نهائيا فلست بهني في هذا، ولكن راح يحقق شيء أكبر هو تحقيق الهوية الوطنية. أي عملية انتقال ديمقراطي مثل ما احنا نشهدها يجب تحقيق قدر هائل جدا من الهوية الوطنية الموحدة. إذا استطعنا من خلال تأملات في أن نوجد هذا النموذج ونقرب إلى أكثر الفئات وأكثر الأشخاص وأكثر الجماعات، أعتقد أن احنا بنعيد ترتيب المشهد وبتكون 5 سنوات هي حافز وجسر ودعائم إلى 5 سنوات أخرى أو 5 سنوات قادمة أو حتى 10 سنوات فيها. لذلك التنمية البشرية الحقيقية للإنسان أو النموذج اللي يجب الدفع فيه هو الدفع في تقوية الخلطة الأساسية في البناء السياسي. أي محاولة ترقيعية سواء برؤية تنموية أو رؤية سياسية واقعية هي تكريس إلى الخلطة الغير سليمة اللي انبنت عليها العلاقة ما بين الحكم وما بين النخب وما بين العلاقات المجتمعية. وراح نعيد الكرة مرة أخرى في 30 ثانية. أستاذ حسين وعليش المشاكل اللي الآن نتداولها كنتيجة أو تداعيات إلى 14 نموذج 14 فبراير هي موجودة من قبل. معتقلين سياسيين عندنا قبل 14 فبراير معتقلين ما شاء الله، انقسام طائفي، توتر طائفي. الطائفية من 2003 نشبت في منطقة الخليج وما زالت مستمرة وتسعرت من 2006 وما حد مجود خيوط مالها. فوش الكارثة بالنسبة إلي الآن؟ وش الشيء الجديد
يخليني ان انا والله اترك هذا النموذج الى نموذج اخر، او اقلل من سقفه، او اقلل من معايير الجوده اللي انا اطلبها في هذا النموذج. مختصر الكلمة ومختصر الرؤية، نحتاج إلى تأسيس هوية وطنية جامعة مؤمنة وموقنة بنموذج 14 فبراير القائم على الثلاث عناصر الرئيسية: حرية الإنسان، كرامته، حقوقه وواجباته. حقوقه وواجباته سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. بمعنى آخر، إن أي حوار، أي جولة مفاوضات ما بين نخب وما بين جماعات يجب أن تستند إلى تحقيق هذا الظرف. هذا الظرف: الاعتراف المتبادل، تقاسم السلطة، الخروج بمخرجات حقيقية. بس ما بتخلينا أكمل أدروس. نشكر الأستاذ. مو راضي عليك الميكروفون. نشكر الأستاذ عباس المرشد على هذه الكلمة القيمة. راح ألخص أهم ما تطرق له الأستاذ عباس. تطرق في المحور الأول أو استعرض استعراض تاريخي لعملية الحوار على مدى 100 عام في البحرين، وضرب مثال بأن الخلطة التي تم تسويقها على مدار 100 عام معرضة للانهيار، وأشبه بخلطة الإسمنت الغير المكتملة في أي لحظة انهار. تطرق إلى تأسيس نموذج على أساس كرامة الإنسان، يقوم على أساس كرامة الإنسان والحرية ووضع اعتبار لحقوق الإنسان. تطرق إلى وثيقة في سنة 1935، وثيقة تاريخية كان فيها الشعب البحريني يطالب بوضع دستور للبلاد منذ ذلك الوقت، وأن كيف أن المقيم البريطاني استغرب عدم ثورة شعب البحرين على الظروف الموجودة في ذلك الوقت. وتطرق إلى أن المطالبات هي قديمة، القديمة، المطالبات القديمة والحديثة لابد أن تنجم عنها خسائر، وهذه مسألة حتمية. المحور الثاني تطرق إلى أو استعرض منهج تحليلي للمفاوضات ومدى إمكانية التطبيق. تطرق إلى مفردة الحوار وعرفها، وتطرق إلى مفردة التفاوض، وقال أنه يكون التفاوض حين يكون مسار الحركة وصل إلى مرحلة كافية من النضج السياسي، وقال أننا لا ننتظر دخول قوة خارجية لتغيير الوضع الراهن. كما تطرق إلى أن وجود تناقضات بين الوضع المحلي الداخلي والوضع الخارجي الدولي يفسح لنا المجال للتحرك بين هذين الوضعين، وأن كل الخسائر والمشاكل التي تسبب بها حراك 14 فبراير كانت موجودة من قبل 14 فبراير، بما معناه لم تتغير الخسائر كثيرا. النقطة الأخيرة وهي طرح الحلول، بعض الحلول. قال أن يجب علينا استخدام المعيار الكمي بدلا من النوعي بدلا من الكمي، كما أن 5 سنوات هي قصيرة نسبيا للخروج من المشهد وإكمال عملية انتقال ديمقراطي كاملة. تطرق إلى توحيد هوية حقيقية للشعب أو لقوى المعارضة، وإعادة ترتيب المشهد، ويجب استخدام القوة الناعمة والصبر على الخسائر وطول النفس والصمود للخروج من هذه الأزمة. تبقى آخر ورقة، وهي ورقة التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي. راح إن شاء الله أنا بعد أحسب لنفسي وقت. لا بسمح لك. أعتقد أطلنا شوية على الجماعة. طبعا إحنا رؤيتنا في الوحدوي للخروج من هذه الأزمة، طبعا لازلنا نتبنى وثيقة المنامة. كما تعرفون أن التجمع الوطني الديمقراطي هو
هو جمعية من أصل 5 جمعيات وقعت على وثيقة المنامة في أكتوبر 2011 مع الوفاق ووعد والقومي والإخاء. لازلنا نرى أن وثيقة المنامة هي السبيل أو يعني منطقة وسط للخروج من هذه الأزمة. طبعاً أنا راح أشير إلى الواقع والظروف المحيطة ما قبل حراك 14 فبراير على أساس من خلال هذه الوقائع نستنتج الحلول، يعني لما نشخص أصل المشكلة شنو المشاكل اللي موجودة نستطيع الوصول إلى علاج. قد ما يكون التشخيص دقيق إلى المشاكل الموجودة والتي أدت إلى انطلاق الحراك في 14 فبراير قد ما نستطيع إيجاد وصفة وعلاج ناجح إلى هذه المعضلة. طبعاً الظروف كانت قبل 14 فبراير كان الفساد المالي والإداري مستشري في أغلب مفاصل الدولة في مختلف قطاعات الدولة، الشركات الحكومية والشبه الحكومية، والتقرير ديوان الرقابة المالية يصدر سنوياً يشير إلى ملايين من الدنانير التي تهدر وتضيع ولا ترصد. رغم ذلك لم نرى أي تحرك أو أي محاسبة لهذا الهدر المالي الذي تم على مدى سنوات. تأصل الدولة الأمنية، طبعاً هاي كلها ظروف قبل 14 فبراير 2011 أدت إلى تأصل الدولة الأمنية ومصادرة حقوق المواطنين الطبيعية التي كفلها الدستور والميثاق وتكميم الأفواه السياسية بمختلف تلاوينها. طبعاً نتذكر كيف أنه بعد 2006 تقريباً تم استهداف الفصائل أو الحركات التي لم تسجل في قانون الجمعيات السياسية، تم استهدافها بهذه الحجة في تلك الفترة وتمت اعتقالات وتوترات أمنية. هذا قبل 2011 كان في تفاقم للتمييز الطائفي والقبلي والمناطقي في كافة جوانب شؤون المواطنة في المعاملات، يعني أنت كفرد مواطن لما تروح إلى أي مؤسسة خدمية قبل أي شيء ولو أنه ما هو بصورة ظاهرة، ولكن الفرد يحس أنه قبل لا تنجز هذه المعاملة تدخل عوامل عدة، منها من أي طائفة أنت، إذا حددت الطائفة من أي عائلة أنت، وإذا حددت العائلة من أي منطقة على أساسها تنجز أو تحدد سرعة إنجاز هذه المعاملة. طبعاً هناك تهميش، يعني إضافة إلى هذا التمييز اللي ذكرته، هناك تهميش عام إلى جميع المواطنين بمختلف فئاتهم بشقين، الطائفة السنية والطائفة الشيعية. هناك تهميش عام ولو أنه على طرف أكثر من الثاني، ولكن يوجد تهميش كبير لجميع المواطنين من مختلف المناطق. يعني مثلاً أحد الأخوة كان ما قط يعني دخل الرفاع الشرقي، وكان يظن أن الرفاع الشرقي يعني بحكم أنها منطقة محسوبة على المولى أنها يعني جنة وأنها فتفاجأ، فكان يقول لي يعني أن للحين في عسكم الله ما في مجاري، يعني قبل كم سنة، يعني طبعا قبل 2011، للحين ما في مجاري، للحين ما في أرصفة بعض المناطق للحين. فهو يعني التهميش في مختلف المناطق بشكل عام، منع فئة من المواطنين من الالتحاق بوزارات سياسية على الأخص وزارة الدفاع والداخلية، الفشل في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على النفط والغاز بما يشكل 80% من الميزانية التي تعتمد عليها الدولة، لم يتم الاستثمار في العقول البحرينية، لم يتم حتى التفكير أبسطها في ذاك الوقت طبعاً البحث عن بديل إلى النفط والغاز، مصادر بديلة متجددة. والكل يعرف يعني أن المنطقة الشرق الأوسط تتمتع بكمية إشعاع يعني شمسي كبيرة،
يمكن من خلالها استغلال يعني هذه الطاقة الشمسية. ما كان يدور أي حديث أصلاً من قبل يعني جهات المعنية في هذه الناحية. قبل أسبوع أو أكثر شوي تفاجأت أن وزير الطاقة يقول البحث عن الآن يعني 2016 البحث عن استغلال الطاقة الشمسية، وكما يقول يعني وأن يمكن المواطن يبيع أيضاً إلى الحكومة بعض يعني الفائض من حاجته. طبعاً وقت جداً متأخر، الله أعلم متى طبق ما يطبق، متى بيكون فيه فعلي. وجود أزمة إسكانية خانقة في ذاك الوقت، طبعاً كل هذه المشاكل اللي تطرق لها أغلبها لا زالت موجودة وممكن صارت بصورة أكبر أيضاً بعد. وجود أزمة إسكانية خانقة فاق عدد الطلبات فيها 54,000 طلب، ووصلت طول فترة الانتظار إلى الطلب السكاني الإسكاني تقريباً بعض الأحيان 20 سنة أكثر اضطر المواطن الانتظار للحصول على وحدة سكنية. انقطاع الماء والكهرباء في فصل الصيف، يعني بالرغم أن إحنا يعني دولة نفطية وبالرغم أن إحنا محدودية عدد السكان والبيوت والاحتياج إلى الطاقة الكهربائية، ولكن من سنوات يعني من وعينا على هالدنيا والانقطاعات الكهربائية في فصل الصيف والماء مستمرة يعني، وهذا الخلل عجزت الدولة عن حله يعني. تراجع مستوى الخدمات التعليمية في مستوى مخرجات التعليم هبطت، مستوى المدرسين هبط بسبب يعني وجود تمييز، عدم اختيار الشخص المناسب في هذه المهنة، استعانة بخبرات عربية غير كفؤة في أغلب الأحيان بالرغم من وجود كفاءات وخريجين عاطلين عن العمل ساهم في تفاقم الوضع، أي كله قبل 2011. تراجع المستوى الخدمات الصحية والاعتماد على مستشفى وحيد رئيسي منذ الستينات، طبعا وجود مستشفى ثاني مستشفى العسكري يعني في الغالب إلى الجهات الأمنية ما عدا الحالات الطارئة، ولكن المعتمد الأساسي على مستشفى السلمانية من الستينات. صارت توسعة، صار تطوير، ولكن ما كان يتوافق أو يتوائم مع مستوى الزيادة السكانية. مواعيد بالأشهر الواحد ينتظر، أسرة ما في، وكلها أزمات قديمة عمرها أكثر من عقدين ثلاث عقود لا زالت موجودة بدون وجود حلول فعلية إلى مشكلة بسيطة مثل هذه بالنسبة إلى يعني مداخيل البلد. تحول معظم السواحل إلى ملكيات خاصة من عامة إلى خاصة، تكاد السواحل العامة تختفي من جزيرة البحرين أو من أرخبيل البحرين، علمي بها 35 جزيرة و 33 جزيرة دفنوا، بعد دفنوا كم جزيرة أمواج ودرة البحرين وديار المحرق، ولا زال المواطن لا زال بالكيلومترات المربعة والمدينة الشمالية والمرفأ المالي، ولا زال المواطن لا يجد واجهات يعني بحرية أو سواحل عامة يستطيع ترفيه فيها عن نفسه. وأذكر قصة طريفة يعني بهالخصوص، كان دكتور مصري في الجامعة توا جاي البحرين، يقول كان يسألنا يعني كطالب، يقول يعني يسمع البحرين جزيرة، يعني يقول الحين يعني لما أنا أسوق السيارة مثل ما يقول يعني وأروح بأي اتجاه يعني بالنهاية أوصل إلى ساحل، هو متخيل أن جزيرة فنهاية الشارع يعني أي جهة يروح بالنهاية لازم أوصل لساحل يعني. فقلنا لين يعني نظريا إيه بس واقعيا لا، يعني راح تصطدم بأسوار اسمنتية رفيعة، ازدياد معدل النمو السكاني بصورة غير طبيعية بسبب زيادة التجنيس السياسي وتغيير التركيبة الديمغرافية، ساهمت في دخول عادات غريبة، جرائم، انتشار وانتقال حتى الأمراض والأوبئة اللي تخلصت منها وزارة الصحة عن طريق اللقاحات والتطعيمات رجعت لنا بسبب يعني وفود مئات وآلاف يعني على فترات
متواصلة يعني على مدى سنوات، فردين رجعنا إلى استخدام بعض اللقاحات اللي تجاوزناها احنا وما قمنا نستخدمها. طبعا هذه الظروف او هذه الأرضية اللي كانت قبل 14 فبراير لازم تكون واضحة لاستخراج حلول، يعني على اساس ان احنا نشخص اصل المشكلة. طبعا رؤية الوثيقة الى الحل تقوم على 5 أركان، يعني ان من خلال هذه الأركان كما ترى وثيقة المنامة يمكن معالجة أغلب جوانب القصور اللي طرقت إليها في نقاطي. طبعا مي بعيدة عنكم ولكن ذكر فالذكرى تنفع المؤمنين. طبعا حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية بدل الحكومة المعينة اللي يعني، ويكون للمجلس النيابي صلاحية كاملة في محاسبة الحكومة وبرنامج الحكومة ومنح الثقة وسحبها عن الوزراء. النقطة الثانية في الوثيقة وفي العلاج هو إيجاد نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق مبدأ صوت لكل مواطن، بدل ما يكون في دائرة صوت المواطن واحد يساوي فيها 6 أضعاف دائرة ثانية، يعني 6 نواب أو 6 مرشحين يطلعون هني مقابل على نفس عدد الناخبين يطلع نائب واحد هني. في خلل في التركيبة هذه لازم تتعدل. وجود سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة، يعني استغناء عن الغرفة التشريعية أو المجلس الشورى اللي هو قاعد يناصف يعني المجلس التشريعي نفس عدد الأعضاء، بل يمكن عنده صلاحيات أيضا أعلى، هو اللي في النهاية يصدق على أساس يمرر قوانين والمراسيم. قيام سلطة قضائية موثوقة، يعني لازم القضاء يكون لما المواطن العادي يحتكم في أي مشكلة يحس بأن القضاء راح ينصفه في معاملة تجارية ولا في مشكلة أحوال شخصية ولا في أي نوع من أنواع المشاكل اللي تتواجه، جرائم سرقة. يعني أنا أطلع يهيني أو يتعرض لي شخص، أروح في النهاية أحتكم إلى القضاء، ينظر إلى أن هذا الشخص من عائلة فلانية ولا من جهة فلانية ولا من طائفة فلانية ولا من قبيلة فلانية، تنقلب الموازين، موازين الحكم يعني إلى صالحة بدل ما هو تكون إلى صالحي. هذه إصلاح النظام القضائي ضرورة للخروج ما نحن فيه، وأمن للجميع. النقطة الأخيرة يعني الأمن للجميع عبر اشتراك مختلف شرائح الشعب أو المجتمع في تأسيس هذه المؤسسات العسكرية من دفاع، جيش، أمن وطني، شرطة. من خلال هذا الاشتراك في المنظومة الأمنية راح يساهم في استقرار الركائز اللي موجودة في الركائز الأمنية الموجودة في البلد. طبعا هاي 5 نقاط، وبالتوازي طبعا في مسألة يعني مهمة هي حل معضلة التجنيس السياسي، يجب يعني حلها بطريقة يعني إنسانية، الخروج من هذه الأزمة والنظر إلى من اكتسبوا الجنسيات على مدى 20 سنة اللي فاتت، من هو استحق الجنسية كما يقر الدستور أو القانون البحريني فهو مستحق لها، من اكتسبها بطريقة غير قانونية يجب أن تسحب منه وتعالج مشكلته بطريقة إنسانية وفقاً لمبادئ الإنصاف والعدالة. طبعاً هذه أهم ما جاء في وثيقة المنامة، واللي ترى الجمعيات السياسية أنها خارطة الطريق للخروج من الأزمة الحالية، ربما بالمعطيات الراهنة هذا السقف جدا مرتفع، يعني بالظروف ومثل ما تطرقوا الأساتذة أن قوي على الأرض قوي على الطاولة. كما تعلمون الوضع جدا اختلف، بالرغم من أن القبضة الأمنية في 2011 ومظاهر العسكرة كانت أقوى بمراحل، ولكن كان
كانت المعطيات على الأرض أيضا يعني أقوى أيضا بمراحل. ولكن نقول يعني لو تم الاستماع من ذلك الوقت وحتى الآن تنفيذ يعني استجابة إلى هذه البنود في وثيقة المنامة لوفرنا يعني الكثير من الخسائر على مختلف الصعد، يعني سواء من جهة يعني المعارضة أو من جهة الحكم أو من جهة أيضا الموالاة، التعنت واللي صار للأسف ودانا يعني إلى مناحي جدا متأزمة. نتمنى يعني أن نرى يعني انفراجه عما قريب. ختاما هذه ملخص يعني وثيقة المنامة، وإحنا الوحدوي بحكم أن إحنا طرف موقع في هذه الوثيقة نرى أن هي المخرج الأنسب والأسلم إلى هذه الأزمة. نفتح الباب للمداخلات إذا في أحد عنده مداخلات أو أسئلة أو استفسارات، أو يا ريت يوجهها يعني نفتح